احنا النهارده دورنا مع صندوق تحيا مصر ان احنا زي ما انتم شايفين اتاحه العربيات المتنقله للشباب بشكل حضاري. احنا دورنا كجهاز بنتيح التمويل، بنتيح الدعم الفني، والتمويل ده دايما بيتم اتاحته من خلال وزاره الاستثمار والتعاون الدولي، بيتم اتاحته بدورنا للشباب وفقا لمعايير بسيطه، وبيبقى بنكون حريصين على توفير فرصه عمل. وزي ما انت شايف ان كل صاحب عربيه مشغل معاه على الاقل 3 أو 4، فدي فرصه جيده لتوفير فرص العمل، بالاضافه انك انت بيشتغل بشكل حضاري وبشكل رسمي، وفي نفس الوقت احنا بنقدم خدمه جيده للمواطن. مدى توسيع قاعده المشروع يعني في المحافظات في الاقاليم هيكون في توزيع مع وزاره التنميه المحليه؟ احنا بنشتغل مع صندوق تحيا مصر على تكرار هذه التجربه في اكثر من محافظه. ان شاء الله ابتدينا بمحافظه القاهره، لكن هنبتدي باكثر من محافظه بعد كده ان شاء الله. مراعاة الأبعاد، معلش يا دكتورة، اللي هي الأبعاد، البعد السكاني الاجتماعي، في ناس بتعاني من مشروعات إن هي بعيدة عن الكتلة السكانية. لا احنا بنحاول في اختيار الأماكن إن هي تكون قريبة للكتلة السكانية ويكون في عدد من المواطنين علشان يقدموا الخدمة كلها لأصحاب هذه العربيات. طب يا دكتورة معلش أغير حاجة، اللي هي بس موضوع المشروعات اللي أنتوا بتمولوها، مشروعات اللي هي الشبابية، المشروعات اللي بعيدا عن مشروعات الشباب اللي هي في الشارع دي. احنا بنمول كل أنواع المشروعات، تجاري، خدمي، صناعي، حرفي، ثروة حيوانية، تنمية زراعية، جميع أنواع المشروعات اللي بتوفر فرص عمل أنا كجهاز بقوم بتمويلها.